بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة هنا الآن إنه إحنا نعمل على استخدام القيود. الآن نأخذ تطبيق بسيط جدا. مثلا بدنا الشركة تبعتنا تكون التأسيس تبعها مثلا أكبر من سنة، ولا بلاش السنة لأنه بدنا نستخدم دالة وإحنا ما أخذناش الدوال. نأخذ اللي هو المشترك نفسه، نحدد الجنس تبعه ذكر أو أنثى، أتحكم فيها في الإدخال، إنه ممنوع يدخل إلا البيانات اللي أنا ملزم فيها. نبدأ بمخطط لجدول بسيط، نقول المشترك اسمه والجنس تبعه وصورته، تمام؟ تمام. إذن create table، كبر هذا الكلام إذا بدكم. create table نسميه هنا اللي هو the user، بدي اسميه لانه كلمة user كلمة مش محجوزة، مستخدمة بشكل او باخر بنحتاجها. نفتح فيه، تمام. هاي user name var char 2 وليكن 30، تمام. not null، مش primary key، هذا بدنا نحط له الان ان هو يونيك، تمام. فينا نكتب هنا يونيك. ايش يعني يونيك؟ يعني نادر لا يتكرر، هذا قيد، تمام. اوكي، باسورد برضو var char 2 وليكن هنا 30. اقل طول للباسورد هنا 8. طب كيف بدنا نتحكم فيها؟ تمام. في قيد اسمه تشيك، ايش اسمه؟ تشيك، افحص، وبتفتح قوس بتحط الشرط اللي بدك اياه. ايش الشرط تبعنا هنا؟ انه طول الباسورد اكبر من او يساوي 8. كلمه طول انتوا درستوا برمجه، خدت الداله برنت وخدت الدالة سكان في الجافا، صح؟ لا، ايش بتاخذوا؟ سي شارب برنت مثلا، تمام. في دالة جاهزة هنا بتحسب طول المحتوى اللي انت بدك تحكي عليه. فالمحتوى تبعي هنا اسمها الدالة لينث، واحيانا بكون اسمها لين. الان بختبرها بشوف هذه صح ولا لا. هذه دالة جاهزة. لين لمين؟ للباسورد نفسها أكبر من أو يساوي 8. هيك لو حطيت 5 مش حيتخزن البيانات، لأنه صارت الرقابة على مستوى الداتابيس مش على مستوى التطبيق أو البرنامج. بكرة أنت يوم مطوري الويب، لا، الفاليديشن بده يكون على مستوى الداتابيس، هذا الفاليديشن، تمام. نحط مثلا النيم أو اللي هو الفول نيم var hr2 وليكن مثلا 60، او بلاش فول نيم، لا نتناقض مع حالنا، first name var hr2 وليكن 30، نطمن. وعندنا هنا الفاميلي نيم او بسموه السير نيم او الفاميلي نيم، برضو بار تشارت 30، نطنل. الجندر، الجنس تبعه بدنا نحط فيه حرف الام يا حرف الاف، بس واحدة من التنتين. اذا بدنا نحطه هنا تشار 1، ليش ما حطيتش بار تشار؟ انا خلاص هي في النهاية 1، فتشار لو حطيت 20-30 بيحجز 30 خانة، خلاص بتضل محجوزه. سواء عبيت 5 احرف الباقي هذا حيضل محجوز، بس الفارتشار مرن اكثر، بياخذ ايش انت عبيت، انت ايش عبيت، تمام. فالان تشار، طيب ايش القيمه اللي بدها تكون موجوده، القيم المسموحه؟ ممكن اجي على مستوى برضه الحقل او على مستوى الجدول تحت اعمل تشيك.
ايش القيم اللي موجوده عندي؟ بدي احكي له الجندر ممكن استخدم احكي له ايكوال ام بعدين اكتب كلمه اور جندر ايكوال اف. هذه طريقه ثانيه افضل ان انا استبدل هذا الكلام هيك وركز هنا اجي احكي له الجندر ان وافتح قوس وسكر قوس واحط القيم اللي بدي اياها هاي اف وهي ام. هذه هي نفسها هذيك هذه هي نفسها مين هذه وهذه بس ان ممكن احط هنا 10,000 قيمة. هذا بدي استخدم اليساوي هذا بنسميه احنا باينري اوبريتور يعني اوبريتور بده طرفين بده طرف على اليمين وطرف على الشمال تمام. لو بدي احط له اف بقدرش اجي اقول له اور واشيل هذه كذا اقول له اف بنفعش. ليش؟ لازم احط اللي هي اليساوي وكلمة اليساوي هذه بدها طرفين هذه وهذه زي بعض بس مين في بيعطينا مرونة اكثر الشكل هذا تمام. اوكي وممكن الان خلصنا كم قوس مفتوح هنا 1 2 سكرنا الاقواس نحط فاصلة ممكن نحط اللي هو اليوزر اي دي تمام اللي هو ايش بده يكون نمبر هاي 9 براي ماري كي بدك تحط الصورة تبعته بنحط الصورة يفضل دائما البرايمري كي يكون وين في البداية كون استخدمت نمبر يعني أنا ناوي أعمله ترقيم تلقائي فبتطلب مني بعد كده أن أنا أعمل له إيه سيكونس صح. نحط دالة مين أو آسف الصورة اللي هي الإيميج أي إم جي نوعها بلوب باينري لارج أوبجكت وبديش أحطها نل أو بديش أحطها نل بدي أسيبها إيه نل. هيك كده الجدول تبعي خلص. عندي حق الواحد اسمه يوزر نيم القيمة تبعته لا تتكرر حتى لو واحد اذا دخل البيانات بيعمل لي ايش مشكلة فيه تمام. هذا الجدول ذا يوزر نفذ هذا الجدول هاي اول اشي نسخ اكد الامور تمام ونطلع في الاعلى وفي عنا هنا ايش رن صح اصغر الشاشة هاي رن ايش حكى لي هنا تيبل كرييتد. ايش بلزم غير هذا الجدول ايش بلزمني الان عشان ادخل بيانات سيكونس كيف اشكل السيكونس كرييت سيكونس. اتفقنا دائما حاول انك انت تحط اسم الجدول بعدين اندرسكور سيك هذا ما لهش علاقه بالاوراكل لكن هو له علاقه بمنهجيتك انت كمطور وفريق التطوير تبعك عشان نفهم على بعض ها. فبدي اسميه بنفس الاسم ذا يوزر اندرسكور سيك هذا ستارت وذ ايش بده يكون 0 ستارت وذ 1 وانكريمنت باي ايش 1 وفي باراميترز ثانيه للسيكونس مش مطلوب منك تعرفها كلها هذه الان بس انت اعرف انه انت فيك انك انت تيجي تحكي له هنا ستارت وذ 1 تمام فيش فاصلة increment by one وفي cycle ونو cycle تمام. هذه كلها باراميترز بتغير مين هي هذه الديفولت لكن لو بدي ابدا من 1000 يصير يبدا من 1000 ويصير يزيد 1 1 تمام. هات نركز عليه وننفذ هذا الكلام بنفس الكيفية هيك وهاي run ايوه ايش حكى لي هنا سيكونس كرييتد الان من وين حيزيد السيكونس من 1000 تعال ندخل بيانات نحكي له انسرت انسرت ان 2 ايش اسم الجدول تبعنا ذا يوزر الان كوني انا بدي اطنش هذا الحقل فممكن استخدم الاقواس بعدين اكتب values
واستخدم الأقواس هنا الحقول بالترتيب اللي بدي إياه، وهنا القيم تبعت الحقول بالترتيب اللي أنا ملتزم فيه هنا، أو بمشي حسب الترتيب هذا. والحقل اللي بدي أسيبه فاضي بكتب كلمة null في الفاليوس. هستخدم الطريقتين، واللي أنت بدك إياه استخدمه. تعال نمشي بالترتيب اللي بدنا إياه. أول إشي بدي أمشي بالحقل هذا user ID فاصل، بدي اسمه، بديش اليوزر نيم والباسورد. بجيب حقل مين؟ الاسم، وهي الفاميلي نيم، نفس الحقول هنا ايش اللي انا بدي التزم فيها، وبعديها الجندر، بعديها اليوزر نيم، وبعديها الباسورد. حتى الباسورد هذا ممكن اعملها راندوم، بس لانه انا مش بصدد ان انا احكي على الدوال، تمام؟ في دالة راندوم نجيب الارقام عشوائية بتولد ارقام مش مالها عشوائية، بس انا مش بصدد. الان انا مين طنشت الاي ام جي؟ بقدر اطنشها متى؟ اذا ما كانش عليها قيد هنا نطنل، لكن اي حاجة نطنل بقدرش اطنشها. لكن هذه ايش مالها؟ ما حددتش، يعني هي نلابل. نلابل يعني هي قابلة انها تكون نل فاضية يعني، تمام؟ هاي فاليوز. فعشان انا يكون الامور عندي هيك مور ريدابل، فببدا من تحت هيك اذا بحط كل واحده مقابل الثانيه. اليوزر اي دي هذا رقم تسلسلي، من وين بدي يجي؟ من السيكونس. لازم اكتب له دوت نيكست فال، وفي كرنت فال. كرنت فال بيجيب لك القيمه الحاليه، لكن نيكست فال بيزيد، بيعمل الزياده، تمام؟ طيب هاي اول حقل، الفيرست نيم فاصله ايوه، لازم احطه داخل سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن، سنجل كوتيشن. ومين هنا الفاميلي؟ البيطاش، تمام. ايش بعد كده بتكلم انا على الجندر، بدي احط اف مقبوله، اسف ام مقبولة ولا مش مقبولة؟ هاي لأن أنا إيش عامل له هنا؟ لتشيك فحصتها إنه أنت واحدة من هذول القيم. طيب واليوزر نيم هاي دبليو بيطار، وهي فاصلة. الباسورد الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0، أكثر من إيش؟ هذا مقبول. تعال ندخل البيانات ونشوف هل هذا كلام صحيح ولا مش صحيح. ننفذ هذا ونعمل ايش؟ run. ايش حكى لي؟ one row inserted، عمل صف، تمام؟ عمل صف واحد. طيب ايش اللي مش ممكن يتكرر؟ اليوزر نيم، الدبليو بطار. هذا بدي احطها انا بدل وائل البطار ويسام، تمام؟ وهذا ام زي ما هو. اليوزر نيم بده يحطه دبليو بطار. الباسورد لو تكررت مش قصه، لانه هي اكبر من 8، تمام؟ الاشكاليه وين حتطلع لي الان؟ اول واحد في اليونيك هذا. تعال نشوف، هاي كمان مره بدنا ننفذ هذا. ايش حكى لي هنا؟ اليونيك كونسترينت، هو اعطاه اسم من عنده. الاسم هذا تمام تم انتهاكه، اذا انت ما التزمتش. هل هو حيخزن؟ لا. هذا هو الصعيدي اللي حامل النبوت تبعه، هذا بيمشي بالتعليمات، لا بيقبل واسطه ولا بيقبل بطيخ. ممنوع يتكرر، ممنوع يتكرر. طيب نغيره ونحط دبليو بطار ايش؟ واحد. اتغير ولا ما تغيرش الان؟ بصير اتغير، لكن بديش احط له الباسورد هذا، بدي احطه من 1 لـ 4. مين اللي مش حيزبط؟ للتشيك. تعال ننفذ هذا الكلام. وهايرا مين حكى لي هنا؟ التشيك كونسترينت برضو ايش؟ تم انتهاك واعطاء اسم من عنده سيس. لكن لو انا نزلت تحت كتبت، بدل ما احطهم هنا نزلت تحت وكتبت كونسترينت واعطيتهم الاسم اللي عندي، خلص بيعتمد الاسم اللي عندي. كانوا استخدمت التعريف على مستوى الحقل، تمام؟ او تعريف الحقل، فبالتالي هو حيعطي القيود هذه كلها ايش؟ اسم من عنده. طيب
ايش في عندي كمان هنا في شغله؟ هنا بدنا نحطه اس سنجل، وهذه بدنا نحطها 5 6 8 9، هاي رقم اكبر من 8 خانات. اذا مين اللي حينتهك الان؟ اللي هو الجندر، لا هو يا اف يا ام. انا اس هات نخزنه هيك، هاي رن. مين اللي راح التشيك اللي هي تبعت الجندر؟ لكن لو حطيناها هنا اف في ميل وسام، تمام، ايش حيصير الامور؟ تمام، ايش حكى لي؟ ونروح انسيرت. لو عملنا سيلكت الان، سيلكت اول فروم، ايش اسم الجدول تبعنا؟ ذا يوزر. انسخه دائما هيك حتى تتاكد من امورك. نعلم عليه ونعمل رن. ايش سوى؟ جاب لنا دبل بطار ودبل بطار واحد، ودخلنا البيانات هذه. احسنت. طالما انه انا استخدمت كلمة نيكست فال خلص زادت. قلت انا ممكن استخدم هذه كلمة، هذه من حالها، هذا ممكن استخدمه في جدول في استعلام. كبر لك اياها شوية، ركز هنا. ممكن اجي احكي له select from جدول وهمي، برجع لي صف واحد دايما اسمه ديوال، هذا موجود في الاوراكل اسمه ايش؟ ديوال، جدول وهمي برجع صف واحد. الان ايش هرجع لي هذا؟ لاحظ انت بدأ من وين توي النتيجة؟ بدأ من 1000. كانت اول محاولة استدعى مين بجملة الانسير؟ استدعى النكست فال. هانا كون خلاص اخذ القيمة، هذا عداد. ايش بتقطع فاتورة من عنده ولا تذكرة؟ ملوش علاقة، خلاص زادت، هذا العداد زاد، برجعش غلط ولا صح، ملوش علاقة. تمام. الان انا مش في الانسير بدي اجيبها، في السيلكت. اول حاجة قبل النكست فال في الكرنت فال، هاي كرنت فال، تمام. الكرنت فال بيجيب القيمة اللي وصل إلها، آخر قيمة وصل إلها. بس بدي أشوف صيغتها هيك سي يو آر آر ولا كرنت فال هيك صح؟ كرنت فال سي يو آر، إذن هنا سي يو آر آر إيش؟ فال. شوف هذا بيجيب لي الكرنت فال، بيجيب لي إيش؟ بيجيب لي بالضبط لوين واصل السيكونس، ما بيزيدش عليها، بيزيدش لوين وصل. تمام، هاي رن. تمام، تعال نشوف النتيجة لوين وصل. 1004. لكن لو أنا الآن استخدمت اللي هي next val، ها وين استخدمتها؟ في select، حتزيد. أرجع أعبي، حتكون الزيادة خلاص راحت، غلطت علي إيش الخطوة هذه. ها ننفذها هذه، حيجيب لي إيش؟ 105. ولو ضليت أنفذ فيها حيظل يزيد. هاي نك، هاي رن، هاي 105 رن، ظل يزيد. عمري ما برجع ده إلا أعمل دروب لمين؟ للسيكونس، وبعد كده أعمل له كريات من جديد. وضحت الفكرة؟ الآن لو استخدمت هذا الآن بدي أدخل مش وسام، خالد علي إيه علي ايه الي، تمام. وهذا ام الان هذا المستخدم لوين وصل النكست فال تبعه؟ هذا 110، تمام. لا هيبدا من 110، ابو 4 و5 و6 لو انا زودتهم خلاص راح، لا مش حيطلع مشكله. ها هاي رن، هاي ينفذ، هاي ينفذ، هيعطيها الان. اعمل سيلكت، تمام، هايهم، هاي 111. طب الايه هذا مش لازم تغير شيء؟ لا هي تغير، ضف سجل جديد، انا هذا صف جديد. في ناس ايش بتسوي؟ تعمل فاصله، هذه طريقه ثانيه، وتبلش تكمل يعني بجمله انسيرت واحده ممكن تدخل 10 صفوف. انا بدي ادخل صف ثاني، بعمل فاصله بحط الاقواس، مش جملتين انسيرت، جملة واحدة. تمام، هذا نفسه بدي اكرره. ايوه هنا، هات واحد منكم، ايش اسمك انت؟ ميلاد.
بلان. طيب غيره شريف بأف. تمام. ايش هذا؟ ام فاصلة اي او بي شريف. تمام. وهاي الباسورد رقم عشوائي. تمام. بس بدنا نغير هذا، بدل خالد واحد بدنا نحط خالد اثنين، عاد اثنين، ايه عاد اثنين، ونحط هاي باسورد ثاني. يعني انا دخلت سجل، وش دخلت؟ سجل ثاني. هذه هي حركة جديدة موجودة الآن بمعظم أنظمة قواعد البيانات. برضه نجرب ننفذها. أيران إيش ما له رفض والله، أنا معناته برفض. معقول أنا الأوراكل لليوم ما وصلتش للمستوى هذا؟ تعمل فاصلة وتحط سجل ثاني. موجود في الأسكوال سيرفر، موجود في الأسكوال لايت، وموجود في الماي اس كيو ال. تمام. مش عارف ليش مش موجودة. على العموم بنحط فاصلة منقوطة هنا وبننفذ هذا هيك ايران، وبنمسك هذا هيك نسحبه. هاي كمان مرة تنفيذ ايران. ايش المشكلة؟ سيلكت كيورد. وين انا حاطط سيلكت؟ مش حاطط كلمة مين؟ فاليوس. تمام. هاي ما في مشكلة الان حيتنفذ. وير از كوما؟ انا ناسي هذه الباسورد فاصلة. هذه الكوما فاصلة. تمام. والله بدي اجرب انفذها، معناته ايش؟ كنترول سي واعمل فاصلة. هي حتظبط انا متأكد. خلاص نحط واحد واحد هنا. هاي بلال واحد، شريف واحد، قسمنا هاي خلاص ما تزبطش. زين زعلان؟ لا تزبطش. انا غير الاسم ما لا علاقه. لا مش سبورت الان بتكون. انا توقعت مع الاصدار الجديد تكون سبورت. تمام. احنا كانت المشكله في السنجل كوتيشن هاي ران. تمام. هاي رو انسيرتد. الان لاحظوا كل غلطه عملناها ايش صار فيها؟ هذه الا يزيد، هذه الا تزيد كل مره. تمام. هاي سلكت مره ثانيه هاي ران. تمام. لاحظوا في فريق كبير بين هذول. ماشي الحال. طيب الان بدي اعطيك كمان مهاره جديده، انه انا لو حبيت اشتغل على جدول، مش الجدول هذا، على جدول ثاني، فبدي انشئ جدول من خلال الاستعلام. بدي انشئ جدول من خلال الاستعلام، اخربط فيه واعمل فيه وفي الاخر بدي اشياء بدي احد فيه. لكن الجدول تبع ايش ماله؟ زي ما هو. مثلا عندك فكره انه انا بدي اشوف الطلاب، بدي اخذ جدول الطلاب كلهم واحاول اضيف مثلا امور ماليه لهم. يعني احاول اشوف لو بدي اعمل لهم خصم هيك كذا. طبعا هو الاستعلام بحل لك الموضوع. تمام. الاستعلام بحل الموضوع كله هذا بالكامل. بس انا بدي اعطيك فكره انه انت ممكن تنشئ جدول جديد بواسطه الاستعلام. تمام. لايش استخداماته؟ ممكن ان انا بس بدي اقعد اجرب. مثلا انا اليوم عامل دوره تدريبيه، تمام، وطلب مني ان انا اعمل حاجه في تحليل البيانات مثلا. خلص بجيب لك بيانات الطلاب كلها، هذه خليك تخبص وتحلل وتحذف وتعمل. طب هل بدك تحذف على الاصل ولا على خاصه شغله خاصه فيك؟ بالضبط. فأنا بدي أعمل بيانات خاصة فيك. تمام. إيش هي؟ كيف ممكن نعمل جدول جديد؟ نفس الشيء create table. هاي create table. تمام. بدنا نسميه temp.
تمبرري مؤقت. ممكن اكتب بعدها select all from the user. طبعا هنا all يعني كل الحقول. طب لو بديش كل الحقول بعضهم، بدي بس الفيرست نيم واللاست نيم والجندر حتى بدون الباسورد. صح، صار عندي جدول ايش اسمه تم. ولو الان حيعطيني كل هذه البيانات اللي هنا. طب لو بدي بس 3 4 5 من هذول ممكن اشتغل. هذا اللي حبدا فيه المحاضرات الجايه. فكل اللي انا هعلمك عليه في الاستعلامات مستقبلا فيك انك انت تستخدمهم، تمام، في انشاء جدول، لانه هذا اسمه استعلام، والاستعلام هذا فيه له تفاصيل. وحناخذ الناس اللي تاخذ كورس ثاني في الداتابيس بنبدا معاها في شغلات متقدمه في موضوع مين الاستعلامات، تمام. يعني الاستعلامات بتضلها معانا كمان 4 شهرين كمان وما بنخلصش فيها شغل كثير، وهي بصراحة تخصص من حالها. يعني واحد مهمته الأساسية انه هو يطلع بيانات ويحسب ويسوي من خلال الاستعلامات. هين هعمل جدول ايش اسمه تيم. تعال نشوف ايش بده يصير فيه. ننزل تحت ايرن ايش سوى تيبل كرييتد. طيب لو بدنا ننزل تحت نستعرض بنية الجدول ايش نحكي له ستتذكره describe. هذا مش امر SQL حكيت عنه المرة الماضية، هذا امر من الاوراكل، مش موجود في اي لغات او في database management system ثاني. هذا هيعطيني بس ايش بنية الجدول اللي هو التم. في first name family name gender user name اللي توه انا ايش جبتهم، صح ولا لا؟ طب لو بدي اعمل select عليهم في ان انا اعمل select all from temp. صار عندي جدولين، جدول الي هذا بلعب فيه بخبص فيه زي ما بدي، تمام، وجدول ثاني اللي هو الاصلي ما حدا مسكه ولا عدل عليه. يعني بدك الان تصير تجرب كيف بدك تشفر البيانات، تمام. في الكورس الجاي اذا الله احيانا وكان لكم كورس ثاني بعلمكم هي، وفي على القناه تبعتي في موضوعات باكج كامل لموضوع التشفير، تمام، مهم كثير ان انت ممكن تتعلم عليه، تمام، تشفير وفك التشفير تبع البيانات. هيك بكون انا خلصت شرح اليوم. يعطيكم الف عافيه.